سريعا بقى اروح الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي في الاسماعيليه في الاسكندريه. كنت اتمنى والله اقول في الاسماعيليه عشان طبعا مباراه اللعب في الاسماعيليه ولقاء العوده الدور الثاني يكون في القاهره، لكن ما علينا. الاهلي هيلعب في برج العرب مع الاسماعيلي في الاسكندريه وفي برج العرب. اروح مباشره الى زميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي اللي موجود مع بعثه الاهلي في فندق الاقامه. مساء الخير يا فاروق. كل التحية ليك زميلي العزيز محمد سعيد، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم إن شاء الله يا محمد يكون يوم مميز وموفق لفريق النادي الأهلي ويستهل مشواره في بطولة الدوري إن شاء الله النهاردة بالفوز على فريق الإسماعيلي بإذن الله. يا رب بإذن الله. عايز أعرف منك بقى آخر الأخبار وآخر التطورات والجديد النهاردة داخل معسكر الفريق اللي بدأ منذ ليلة الأمس استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في انطلاقة الدوري. يعني خلينا محمد في البدايه نتكلم على المران الاخير لفريق النادي الاهلي ومستر بيتسو موسيماني. كان يعني عقد قبل المران الامس المران الاخير اللي كان اقيم على ملعب مختار التتش محاضره مع اللاعبين، اتكلم طبعا على اهميه مباراه الاسماعيلي واهميه البدايات وضروره استغلال البدايات وان اهميه البدايه دايما بتفيد في مشوار البطوله. طالب اللاعبين بالتركيز في مباراه الاسماعيلي، قال هي واحده من المحطات الصعبه والمباراه المهمه جدا اللي لازم نستغل البدايه. طبعا كان اشاد باللاعبين وشكر اللاعبين طبعا على اللقاء الاخير امام فريق الحرس الوطني والفوز بنتيجه 6 أهداف مقابل هدف اللي ادى دفعه معنويه كبيره جدا للاعبين. عقد المحاضره الفنيه مع اللاعبين، اتكلم طبعا وكان عرض اخر مباراه كانت جامعه ما بين الاهلي والاسماعيلي اللي اقيمت على استاد الاسكندريه وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. عرض الايجابيات والسلبيات وايضا عرض الايجابيات والسلبيات اللي كانت في مباراه الحرس الوطني. طالب اللاعبين بضروره استغلال الفرص، طالب اللعب الحسم من بدري، سرعه احراز هدف في الدقائق العشر الاولى، اعتقد ده السيناريو اللي هيلعب عليه للنادي الاهلي هذا اللقاء. طبعا محمد في التمران الاخير طبعا انت زي ما انت استعرضت مجموعه اللاعبين الصفقات الجديده اللي اتوقع بنسبه كبيره جدا هيكونوا موجودين، يعني بعضهم يكون موجود في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي اللي مش هيتغير عن التشكيل الاخير مثلا لمباراه الاهلي امام الحرس الوطني الا في مركزين او ثلاث مراكز. طبعا حاله الجاهزيه اللي عليها عوده حسين الشحات ادت لمستر بيتسو موسيماني يعني امر من السعاده، حاله التالق اللي عليها كهرباء، ايضا التالق اللي بنشوفه والانسجام معدلات الانسجام اللي بدانا نشوف عليها بيرسي تاو وميكيسو مع محمد مجدي قفشه مع محمد شريف مع الاثنين اللي بيلعبوا في الديفندرات سواء السوليه او حمدي فتحي او اليو ديانج، بقى في انسجام ما بين اللاعبين. اعتقد من الامور دي اللي هتساعد على مستر بيتسو موسيماني في اتخاذ ال 11 لاعب ان شاء الله اللي يكونوا موجودين في ارض الملعب. طبعا عقب المران مستر بيتسو موسيماني كان الفريق توجه الى الاسكندريه طبعا للمبيت في احد الفنادق القريبه من ملعب المباراه اللي بيبعد عن الفندق اللي بيبعد عن ملعب المباراه بربع ساعه. النهارده تقدر تقول يوم فريق النادي الاهلي كان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 2. هنا عايز اقف يا محمد نقطه مهمه جدا، ان عقب وجبه الغداء مستر بيتسو موسيماني عقد محاضره مع اللاعبين، يعني شرح فيها بعض الامور الفنيه وشرح بعض الامور الخططيه، ثم كانت في محاضره اخرى محمد في تمام الساعه 4:30 المستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين. طبعا بيشتغل على تجديد الدوافع وبيحاول يركز ويعيد على بعض الامور، ان هو يركز مع اللاعبين على بعض الامور سواء في التكتيك او في الكرات الثابته. طبعا معاه محلل الاداء موسي وسولومون الاثنين المحللين الاداء اللي اشتغلوا مع مستر بيتسو موسيماني في هذه الامور. يعني انت خلال يعني التحرك ان شاء الله هيكون لملعب المباراه في تمام الساعة 6:45. اقدر اقول لك يا محمد في تركيز عند اللعيبه، يعني تقدر يعني من اللي احنا بنشوفه حاله التركيز اللي عند اللاعبين، حاله يعني الانسجام ما بين اللاعبين. خلي يعني اكيد انت كنت يعني وقت طويل جدا يا محمد كنت بتبقى موجود مع فريق النادي الاهلي وتبقى عارف مدى تاثير اللاعبين الكبار مع بعض. دلوقتي تقدر تقول في جلسات بتجمع ما بين بدر بانون مع ميكيسوني مع اليو ديانج مع بيرسي تاو، والاربعه دايما بيتحركوا طول يعني طول الوقت مع بعض في الفندق. ايضا الثنائيه اللي ما بين حمدي فتحي والسوليه طول الوقت مع بعض، محمد الشريف ومحمد مجدي قفشه ومحمد شريف، ايضا ايمن اشرف مع كهربا. يعني عايز اقول لك يا محمد في ثنائيات كده ما بين اللاعبين بتدي انسجام للاعبين في ارض الملعب. طيب فاروق عندي جزئيتين اختم بيهم معاك الكلام والاسئله بخصوص المعسكر واستغل قربك بقى من الجهاز واللعيبه في المعسكرات. في جزئيتين والجمهور بيبقى عايز يعرف اجابات عليهم. اول حاجه بدون الدخول في اسماء، يعني هل ممكن يكون النهارده في تعديل في شكل التشكيل نشوف صفقات جديده بتبدا في التشكيله الاساسيه؟ في معلومة في الشأن ده بدون ذكر أسماء يعني. والجزئية الثانية الفريق بياخد ممكن راحات ما بين المباريات، يمكن الفريق بيرجع مثلا عقب مباراة بياخد تمرين بعد كده راحة بعد كده تمرين ليلة المباراة، فلسفة بيتسو موسيماني في الفكرة دي إيه؟
بص يا محمد، خليني يعني اتكلم في شقين. الشق اللي انت اتكلمت عليه، الشق الاول الخاص بالتشكيل او ممكن نشوف فيه صفقات جديده في هذا اللقاء، وايضا هقدر برضو من خلالك لو احنا بنختم نتكلم على تشكيل الاسماعيلي اللي هيخوض بيه هذا اللقاء. ايضا اقدر اقول لك ان هيبقى فيه، اكيد هيبقى فيه النهارده في بدايه اللقاء هنشوف ممكن من ممكن تشوف بيرسي تاو او ميكيسوني من بدايه اللقاء. طبعا الشغل اللي مستر بيتسو موسيماني كان بيشتغل عليه مع اللاعبين على هذه الفتره، اقدر اقول لك ان المسافه خلاص قريبه ما بين اللاعبين. تقدر تشوف النهارده اعتقد بنسبه كبيره جدا هتلاقي ما يعني بيرسي او ميكسوني موجودين في التشكيل للنادي الاهلي. ده يعني برضو في نفس الوقت ايضا حاله حسين الشحات او كهربا، طبعا مع غياب طار للرؤيه الفنيه المستر بيتسو موسيماني، دي من النقاط اللي بتسهل على مستر او كانت مستر يعني خلت مستر بيتسو موسيماني في حيره من امره من اختيار 11 لاعب. لكن اقدر اقول لك هيبقى في تعديل بالظبط يا محمد في مركزين. النقطه الثانيه يا محمد اللي اتكلمنا عليها، كنت بتكلمني على النقطه الثانيه مهمه، الراحه. اه بالظبط يا محمد، عايز اقول لك النقطه دي بالظبط يعني اكلمها كحديث مع مستر كابيلو كابي اللي هو مخطط الاحمال. اتكلم في الامر ده، قال لي ان الراحات بتتم من خلال التنسيق ما بينه وما بين مستر بيتسو موسيماني. يعني قلت له السؤال ده بس بيشغل بال كتير جدا من الجماهير، والجماهير بتتكلم على الراحات. قال لي ان الراحات سواء للفريق ككل او للاعبين بتتم بتنسيق من خلال مستر بيتسو موسيماني وكابيلو مخطط الاحمال. اقدر اقول لك ان الامر ده محمد يعني كابيلو قال لي ان تبص الفوارق البدنيه للنادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي بدنيا بيبقوا فارقين جدا عن كتير من اللاعبين او الفرق الاخرى، ان الامور دي كلها ما بتتمش كده من قبيل الصدفه، لا بتبقى مخطط لها، بيتعمل لها تخطيط معين، وبتتم تبقى لبرنامج بيبقى موضوع. حتى يعني قبل الراحه محمد بيبقى ميعاد التمرين بيبقى بالصباح مش بالنهار، بيبقى ده الامر، بيبقى يعني مستر بيتسو موسيماني بالتنسيق مع كابيلو بيخطط لهذا الامر. عايز اختم معاك يا محمد بنقطه مهمه جدا وهو التشكيل الاقرب لفريق الاسماعيلي. اتفضل يا محمد. سريعا سريعا عشان وقتنا. التشكيل للنادي الاسماعيلي لهذا اللقاء يا محمد هيكون احمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى، هيكون قدامه اثنين مساكين باير المحمدي ومروان الصحراوي، في اليمين احمد عيد وفي الشمال محمد الدسوقي، ثلاثه في نص الملعب محمد مخلوف عماد حمدي ومحمد صادق، قدامهم محمد الشامي واللاعب شونجا اللاعب الزامبي وراس الحربه شكري نجيب. ده اقدر اقول لك التشكيل اللي هيقدر يعني كابتن طلعت يوسف طبعا اللي هيغيب عن هذا اللقاء، وهيبقى محمد ابراهيم الكابتن محمد ابراهيم هو في القياده الفنيه لهذا اللقاء. زميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي من مقر إقامة الفريق في برج العرب بالأسكندرية قبل التحرك إلى ملعب المباراة لمواجهة الإسماعيلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات الخاصة بهذه المباراة وكواليس الفريق في برج العرب.